طلب الكرة من جيرمي جابرييل في المساحة، أقبل لاهور واحد على واحد يحاول المرور، أقبل لاهور يمر يلعب كرة يخبئون الشيء ما، هذا ما خبأوه الآن أظهروه. جميلة من جانب بنتيكي، أروع من جابرييل، النهاية جميلة، اللمسة من فايمان والكرة في الشباك، أستون فيلا هدف، ليفربول لا شيء، ونحن في أنفيلد. التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى مثل ما حدث في الموسم الماضي، بداية قوية لأستون فيلا وهدف بعد 25 دقيقة. هل أن هنالك تسلل على فايمان؟ حكم المباراة أقبل لاهور يلعب الكرة مرة أخرى، يتلقاها على جهة اليمين، البحث عن بنتيكي، كرة عرضية خطيرة وكرة، الله يا بنتيكي يا ولد، هدف ثاني للفيلنز. يا إلهي فعلها بنتيكي مرة أخرى، فعلها الفيلنز. اللقطة من جابرييل، هف وقاتل يا مينو، ماذا فعلت؟ ماذا أصبت؟ أصبت جماهير ليفربول بمقتل وراسية بنتيكي. أستون فيلا هدفين، ليفربول لا شيء. 37 دقيقة في أنفيلد، صعب. أين هو لويسيتو؟ ينتظر الآن لمسة لكوتينيو، يلعبها للويسيتو في مكان جميل، سواريز الوانتو، وكرة جميلة في المرمى، هدف لليفر، الله يا ليفربول. جميلة من كوتينيو، أجمل من لويسيتو، لمسة من دانييل، هدف أول عادوا، نعم هدف يساعدهم، هدف أول لليفربول. جميلة بالكعب، أجمل اللمسة من ستاريدج، أولا من سواريز، سيستحركوا على أساس أن يسجلوا لكي يعودوا لكي يبقوا.